بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بالتأكيد هنتناول الحديث عن لقاء العودة، لقاء الإياب المقرر إقامته بعد غد الثلاثاء بإذن الله في الساعة 5 بتوقيت القاهرة. لقاء الإياب ما بين الأهلي وسيمبا التنزاني في إياب الدور الأول لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم. النهاردة الأهلي هيستأنف تدريباته بعد العودة من تنزانيا صباح أمس، ويمكن الوقت ضيق جدا خلال مجريات هذه البطولة، نتيجة طبعا أن البطولة كلها بتقام في فترة 21 يوم. الأهلي عاد من تنزانيا بنتيجة إيجابية وبالتأكيد يسعى إلى الفوز والانتصار. هنتكلم على الحضور الجماهيري، هنتكلم على مواعيد المباريات لأن الجماهير مستغربة شوية من توقيتات المباريات، ودي نقاط أكيد لازم نشرحها لجمهور النادي الأهلي. هنتكلم على حضور الجماهيري والساعة الكاملة، والمفروض دور اتحاد الكورة في الملف ده يبقى يشتغل إزاي، لأن في خطابات تمت على مدار الفترة الماضية. هنطمنكم كمان على ملف المصابين ومين ممكن يكون جاهز في لقاء العودة. ملفات كتيرة النهاردة هنتكلم عليها بشكل مهم جدا عشان نطمئن كل جماهير الأهلي على استعدادات الفريق في الفترة القادمة، بالإضافة إلى بعض الكواليس والأخبار كالعادة اللي بتسمعوها من خلال برنامج الترند على شاشة قناة الأهلي. ولكن بسرعة نروح نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم، وعايز أعرف رأي حضراتكم في إقامة بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم بنظام الذهاب والإياب ومشاركة 8 فرق فقط. البطولة لها نظام، نظام النوك اوت ذهاب واياب، 8 فرق بس اللي شاركوا في النسخه الاولى. فعايز اعرف راي حضراتكم في القرار وفي الرؤيه الخاصه بعد انطلاق هذه البطوله. تقدروا تشاركوا معنا من خلال صفحات القناه على السوشيال ميديا، وفي الجزء الاخير هستعرض اكبر قدر من ارائكم على هذه الجزئيه الهامه جدا اللي بالتاكيد هتدينا انطباع الجمهور شايف البطوله تنجح بالشكل ده ولا كان يفضل انها تكون بادئه بشكل افضل من كده. طيب بسرعه نروح لاهم العناوين. في ترند الأهلي، الفريق يبدأ الاستعداد لمباراة الإياب أمام سيمبا، وكمان إمام عاشور جاهز للمباراة. وفي الترند العالمي، كلوب أحب الأرقام القياسية التي يحققها صلاح. نروح لجولة من مباريات اليوم، والبداية بالدوري المصري واستئناف مباريات الأسبوع الرابع. منذ قليل انتهى الشوط الأول بتقدم المقاولون العرب على زد بنتيجة 2-1، والساعة 7 في مباراتين، الإسماعيلي بيستضيف فاركو على استاد الإسماعيلية، ومودرن فيوتشر بيستضيف بيراميدز. نروح لبطولة الدوري الإفريقي الـ AFL، النهارده في مباراتين في استكمال جولة الذهاب. مازيمبي بيستضيف الترجي التونسي على ملعب بنيامين مكابة في دار السلام في تنزانيا الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، وفي الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة أيضا في مدينة أويو في نيجيريا إنيمبا بيستضيف الوداد الرياضي المغربي. نروح للدوري الإنجليزي، والساعة 6:30 أستون فيلا بيستضيف وستهام. الدوري الإسباني، يمكن انتهت منذ قليل مباراة كانت قوية جدا ما بين لاس بالماس مع رايو فاليكانو، واستطاع رايو فاليكانو خارج أرضه تحقيق انتصار في الثواني الأخيرة من اللقاء والفوز بهدف مقابل لا شيء. الساعة 5:15 جيرونا بيستضيف الماريا، 7:30 فياريال بيستضيف ديبورتيفو ألفيس، الساعة 10 في السهرة برشلونة بيستضيف أتلتيكو بالباو. نروح للدوري الإيطالي، ومنذ قليل انتهت مباراة روما وموينزا بفوز روما بهدف مقابل لا شيء، وفي هذه الأثناء في مباراتين سارنتانا بيتعادل مع كالياري 0-0، وبولونيا متقدم على فورنسيوني 2-0. الساعة 7 أتلانتا بيستضيف جنوة، والساعة 10 إلا ربع ديربي كبير جدا ما بين الميلان مع يوفنتوس في الساعة 10 إلا ربع، أكيد مباراة كبيرة وقوية ومثيرة في الدوري الإيطالي. دي كانت أبرز العناوين والمباريات، نخرج إلى فاصل ثم نواصل بعد الفاصل. طيب مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل بعد غد إن شاء الله على استاد القاهرة الدولي بين الأهلي وسيمبا التنزاني نتيجة لقاء الذهاب 2-2، وشرحنا واتكلمنا في التفاصيل المتعلقة بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، والناس خلاص بقت فاهمة وعارفة التفاصيل المتعلقة بلوائح ونظام البطولة. ولكن الشيء اللافت للنظر، ويمكن بتجيلي رسائل كتيرة سواء على تويتر أو على الفيسبوك من جماهير النادي الأهلي، ليه الأهلي يلعب يوم الثلاثاء وسط الأسبوع الساعة 5؟ ازاي الاهلي يوافق ان يلعب ماتش في توقيت زي ده؟ المفروض الاهلي هو اللي بيحدد ميعاد المباراه. الاهلي في دوري ابطال افريقيا لما بيلعب بيختار يوم جمعه او يوم سبت وبيلعب الساعه 9 بالليل.
بصوا عشان الامور بس تبقى واضحه لكل الناس، دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه شيء، والدوري الافريقي شيء تاني خالص. هنا الاتحاد الافريقي بيشرف على البطوله من A to Z، هنا الاتحاد الافريقي بيشرف في الدوري الافريقي في نقاط محدده، ليس له علاقه بتوقيت المباريات، ليس له علاقه بمواعيد المباريات، ليس له علاقه بتفاصيل كتيره قوي في البطوله. الاتحاد الافريقي بيشرف على ثلاث حاجات وانا شرحتها قبل كده: تعيين الحكام، الامور الانضباطيه او القرارات الانضباطيه في حاله خروج عن النص في بعض المباريات، وكشف المنشطات فقط. طيب ليه الانديه ما بتحددش المواعيد؟ لان في شركه، الشركه الايطاليه، واحنا ذكرنا اسمها قبل كده في كذا مناسبه، هي ماضيه عقد مع الاتحاد الافريقي، مع الاتحاد الدولي، وعقد شراكه. هي اللي بتشرف على تنظيم البطوله، هي اللي بتحدد مواعيد المباريات، هي اللي بتحدد الايام اللي بتتلعب فيها اللقاءات. لان الناس كلها مستغربه بقى الاهلي يلعب في افريقيا بالليل ويجي في القاهره يلعب بالنهار. ده احنا كنا بنقول في دوري ابطال افريقيا احنا بنلعب بالليل وبره بنطلع بنلعب بالنهار، ليه ما نلعبش بالليل؟ هي الايه اتعكست ليه؟ فالقرار هنا مش قرار الاهلي. طب ازيدكم من الشعر بيت: النادي الاهلي حاول مرارا وتكرارا تغيير ميعاد لقاء العوده امام سيمبا، والنادي الاهلي بناء على طلب من مارسيل كولر على فكره كمان، يعني كولر اصلا الميعاد شايفه مش كويس الساعه 5، فطلب حتى الميعاد يتغير. ولكن في شركه هي اللي بتنظم البطوله يا جماعه، شركه محدده مواعيد المباريات كلها، بدليل ماتش مازيمبي والترجي، الشركه ما كانتش عارفه تاخد تاشيرات عشان تدخل الكونغو الديمقراطيه، فخدت قرار دايركت على طول مع الاتحاد الافريقي بنقل المباراه لتنزانيا، نقل المباراه لتنزانيا رغم ان المفروض ده ملعب مازيمبي، المباراه اتنقلت دون الرجوع لفريق مازيمبي، لدرجه حتى ان الترجي التونسي اتفاجئ بالقرار بخطاب لما وصله من الاتحاد الافريقي. طيب الماتش لما اتنقل هيتلعب الساعه كام؟ كان ميعاده اصلا لو هيتلعب في الكونغو الديمقراطيه الساعه 3، الساعه 3، النهارده الماتش هيتلعب الساعه 6. المواعيد دي الاتحاد الافريقي او الشركه المنظمه هي اللي بتحددها. الاهلي كان طلب عايز ياخر او ياجل ميعاد لقاء العوده مع سيمبا يتلعب بالليل شويه، اتقال لك لا مش هينفع لان في مباراه ثانيه هتتلعب بالليل الساعه 8 بتوقيت القاهره ما بين ماموريدي سان داونز مع بيترو اتلتيكو في جنوب افريقيا. يعني هم عايزين سان داونز يلعب في جنوب افريقيا الساعه 8 بالليل. هم ليهم ترتيبات معينه في توقيتات المباريات ليها علاقه بامور تجاريه وتسويقيه، وجهه نظرهم، هم اللي بينظموا، هم المسؤولين عن تنظيم البطوله. لكن انا عايز اكد لجماهير الاهلي، اختيار الميعاد ليس اختيار الجهاز الفني، ليس اختيار النادي الاهلي. ماموريتي سان داونز كان عايز يقدم ويغير ميعاد مباراه، اترفض الطلب. الاهلي كان عايز يغير موعد لقاء سيمبا، اترفض الطلب. الوداد وانيمبا كان في ميعاد عايزين يغيروه، اترفض الطلب. في طلبات من انديه ثانيه غير الاهلي عايزه تغير، الطلبات كلها اترفضت، لان القرار الاول والاخير لتحديد مواعيد المباريات قرار الشركه المنظمه للدوري الافريقي، وبالتالي كل الانديه بتحترم هذه القرارات طالما القرارات نهائيه واللائحه بتنص على ذلك. اللائحه بتنص على ذلك لان في النهايه في دستور بيحكم العمليه التنظيميه وهي لائحه بطوله الدوري الافريقي، لائحه من 40 ورقه، 40 ورقه باللغه العربيه وباللغه الانجليزيه وباللغه الفرنسيه، لدرجه حتى اتقال في احد بنود اللائحه لو حصل اختلاف في ترجمه نص ما في اللائحه بنرجع للنسخه الانجليزيه. فالناس مش سايبه اي حاجه للصدفه. فخلاص ماتش الاهلي وسيمبا يوم الثلاث هيكون الساعه 5 في وسط الاسبوع بالنهار، ولكن اتمنى من جماهير النادي الاهلي ان هي يعني تشارك في حجز التذاكر، تحضر المباراه بكثافه. اداره الاهلي بتبذل مجهود كبير جدا 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 عشان الساعه الكامله. فده جانب كان لازم اتكلم عليه النهارده، لان انا امبارح وانا بتكلم مع الناس على تويتر والناس بتسالني على ميعاد المباراه والبطوله، اول سؤال الناس بتسال ليه يا جماعه نلعب الساعه 5؟ فكان ضروري النهارده اطلع واشرح للناس التفاصيل دي. والاهلي حاول، ولكن في النهايه انت عندك شركه هي اللي بتدير وهي المسؤوله عن التنظيم، وبالتالي لازم الانديه كلها بتخضع لهذه القرارات التنظيميه. فالمباراه ان شاء الله الساعه 5، وهيتقرر الامر ان شاء الله نتخطى سيمبا ولاعب سان داونز، هيتقرر الامر لما نروح مرحله دور نصف النهائي. يعني نفس المساله، هنلعب مع سان داونز بالليل في جنوب افريقيا وهنلعب معاهم بالنهار هنا في القاهره. فنعود نفسنا على الامور دي لغايه لما البطوله تخلص على خير ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. الجزء الثاني والموضوع الثاني متعلق بالحضور الجماهيري، وانا بوجه رساله لجماهير النادي الاهلي، ارجوكم يا جماعه فكره الحضور الجماهيري في ماتش الاهلي وسيمبا مش مرتبط بمسانده الاهلي فقط عشان المباراه، لا، في جانب اجتماعي وانساني مهم جدا، جانب اجتماعي وانساني مهم جدا. فلوس المباراه بالكامل، دخل المباراه بالكامل
مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اتخذ قرار إن الدخل المادي بالكامل هيروح للأشقاء في فلسطين. فنرجو من الجماهير سرعة الحجز في حجز التذاكر المطروحة من خلال سيستم تذكرتي عشان مساندة الأهلي بإذن الله في هذه المباراة، والدخل المالي كله يروح للأشقاء في فلسطين، لأن كمان فيه هيكون سيارات إسعاف للحصول على تبرعات بالدم إن شاء الله، وكل الأمور دي بالتأكيد بالتنسيق مع وزارة الصحة عشان كمان تروح للأشقاء في فلسطين. البعض ممكن يتكلم على أسعار التذاكر، معلش نيجي على نفسنا شوية في الماتش ده، لأن الأهلي عايز يعمل دخل مالي كبير جدا يروح إن شاء الله للأشقاء في فلسطين كدعم ومساندة مع القضية الفلسطينية، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يعني يعدي الغمة دي على خير بإذن الله، والشعب الفلسطيني يحافظ على أرضه ويكون موجود في كل بقعة من بقاع أرضه الطاهرة خلال الفترة اللي جاية. الحضور الجماهيري بقى هنا في جزئية عايز أشرحها كمان، وهي متعلقة إن قرار الشركة الإيطالية المنظمة للمسابقة الحضور الجماهيري كامل العدد. الناس فاكرة الأهلي بيطلب كامل العدد عشان عايز يحضر جمهوره في كل المباريات، والله العظيم قرار الحضور بالساعة الكاملة ده قرار الشركة الإيطالية. وأنا كنت أتمنى من المسؤولين في اتحاد الكورة لما يجي لهم خطاب من الشركة المنظمة للمسابقة بحضور الجماهير في الساعة الكاملة لاستاد القاهرة في كل مباريات الأهلي في الإياب، سواء ماتش 24 أكتوبر، ماتش 1 نوفمبر في حالة تأهل، ماتش 11 نوفمبر بإذن الله في حالة تأهل، كان لازم اتحاد الكرة يقوم بدوره ويخطر وزارة الرياضة بهذا الخطاب ويخطر الجهات الأمنية بهذا الخطاب. أنا واثق جدا إن الجهات الأمنية المعلومات ما بتوصلهاش بشكل كامل، والأهلي هو اللي دايما بيحاول يتوصل ويعرف الناس الحقيقة الكاملة. معرفش هل في البعض مش حابب يوصل الصورة الكاملة، أنا مش قادر أفهم، ولكن أنا واثق إن الجهات الأمنية لما بتوصلها الصورة كاملة على طول بتستجيب، على طول بتستجيب. وانا عارف ان الفتره الاخيره كانت في اجتماعات تنسيقيه ما بين اداره الاهلي مع مسؤول الاستاد القاهره مع الجهات الامنيه، وعارف ان في استجابه كبيره جدا من الجهات الامنيه عشان نجاح يوم المباراه يوم الثلاثاء المقبل والبدايه في دوري ابطال افريقيا ب 30,000. اذا الناس عندها يعني موافقه ان هي عايزه ترجع الجماهير بالساعه الكامله وبالحضور الجماهيري في الفتره الجايه، ولكن للاسف بعض الجهات المفروض اللي زي اتحاد الكوره بتبقى عنده المخاطبات والاتصالات الرسميه والمستندات اللي تثبت ده ما بينقلش التفاصيل كامله سواء للوزاره، ولو الوزاره عندها التفاصيل كامله ما بتنقلهاش مثلا للجهات الامنيه، يعني في حلقه وصل في النص هنا مش كامله مش واضحه، لان في النهايه الجهات الامنيه تتعامل مع الخطابات الرسميه. لما يجي لها خطاب رسمي ان الشركه اللي بتنظم المسابقه ليها شروط معينه وطلبات معينه اكيد الناس هتستجيب، ما الناس في النهايه عايزه تنجح الصوره عن الرياضه والكره في مصر. ولكن هل اتحاد الكوره بينقل الصوره صح؟ هل الوزاره ممكن تكون جات لها الصوره من اتحاد الكوره بشكل سليم فنقلتها للجهات الامنيه بشكل سليم؟ في حاجه في النص مش كامله. عشان كده النادي الاهلي خلال الساعات الاخيره متواصل بشكل طبيعي جدا مع الجهات الامنيه، والاهلي اعلن بالامس انه بيطلب الساعه الكامله، ولكن الكلام ده على فكره مبعوث لاتحاد الكوره من شهر 9 اللي فات، لان الخطاب اللي اتبعت لاتحاد الكوره هو نفس الخطاب اللي اتبعت للاتحاد المغربي، اتبعت للاتحاد التونسي، اتبعت لاتحاد جنوب افريقيا. فكل الملاعب فيها الساعة الكاملة، امبارح في أنجولا اتطلبت الساعة الكاملة، ولكن جماهير بيترو أتلتيكو لما راحت الملعب كانت مش بالساعة الكاملة، خلاص الجماهير ما راحتش، دي حاجة ترجع لها، ولكن التذاكر اللي اتطرحت وده ببيان وخطاب اتبعت للشركة إن الناس طرحت تذاكر ملعب 11 نوفمبر بالكامل. الجماهير راحت ما راحتش، دي بقى حاجة ترجع للجماهير، ولكن أنت كمسؤول كاتحاد لازم تعمل المطلوب منك من خلال الشركة اللي بتنظم، لأن في النهاية الشركات اللي بتنظم او الاتحاد القاري اللي بينظم بيخاطب الاتحادات ما بيخاطبش الانديه، فالاتحاد كان لازم يكون ليه دور، وزاره الرياضه لازم يكون ليها دور في الملف ده. الفكره مش ماتش سيمبا بس، ولا الفكره النسخه الاولى بس، الفكره النسخ الجايه، البطوله دي بطوله تجريبيه للنسخ الجايه، فكل واحد اتمنى يقوم بدوره في هذا الملف، ما يكونش الاهلي بس لوحده اللي شغال في الملفات دي مع الجهات المعنيه. طيب الحاجه الثالثه، وعايز اطمن جمهور النادي الاهلي على ملف الاصابات، لان الفتره الاخيره او الساعات الاخيره الناس قرت كلام كتير قوي، رامي ربيعه راجع مصاب شد في السمانه، محمد هاني عنده كدمه قويه ممكن ما يلحقش المباراه، محمد مجدي قفشه اشتكى فممكن ما يلحقش اللقاء العوده. عايز اطمنكم النهارده طبعا اول مره للفريق بعد العوده من تنزانيا، لكن ان شاء الله محمد هاني في محاولات للحاقه باذن الله يكون موجود. منعم ما لعبش المباراه الاولى، وعلى فكره وارد جدا النهارده لما يطمن كولر على رامي ربيعه يريح منعم الماتش العوده،
يريح من ماتش العوده. ليه؟ لانه في حاله تخطي سيمبا انت الحد اللي جاي زي النهارده هتلاعب سان داونز، مفيش وقت، فانت لو عايز تريح لاعب عشان تضمنه في الماتش اللي جاي اكيد كولر هيفكر كده. واحنا شفنا تفكير كولر في لقاء الذهاب ازاي، قال لا معلول ما يجيش حتى لو جه قبل الماتش ب 24 ساعه، ما يجيش، يريح عشان انا عايزه بعد كده. فلازم الناس تطمن ان كولر عامل حساباته بشكل كويس قوي لاخر يوم في البطوله، ما بيفكرش تحت رجليه على ماتش النهارده، لا بيفكر ليه ما هو ابعد. فبطمنكم ملف الاصابات الجهاز الفني بيتعامل فيه بشكل كويس جدا. امام عاشور زي ما قلنا في عنوان الحلقه النهارده جاهز ان شاء الله، ولكن في النهايه الرؤيه الفنيه لكولر انه يدفع بمين او يريح مين او يخلي مين جنبه على الدكه، ان شاء الله انا واثق ان هو هيختار التشكيله الامثل والتشكيله المثاليه. ولكن عايز اطمنكم على عمرو السوليه، عندي خبر مهم جدا على عمرو السوليه النهارده باذن الله هتكون بدايه مشاركه عمرو السوليه في التدريبات الجماعيه للاهلي، مشاركه تدريجيه، مشاركه تدريجيه، بمعنى مش هيدخل في المران الجماعي مره واحده، هتبقى المشاركه تدريجيه لغايه ما يبدا يدخل في التقسيمه والمران الجماعي عشان يكون جاهز للماتشات اللي جايه ان شاء الله. ولكن عايز اطمنكم الفتره اللي فاتت كانت في فتره طويله قوي اصابه السوليه، احنا بنتكلم من قبل لقاء السوبر، يعني بنتكلم مثلا من شهر 9 واحنا دلوقتي في اواخر شهر اكتوبر، فعدى بنتكلم في شهرين. لكن عايز اطمنكم ان شاء الله ان السوليه النهارده اول مران ليه مع النادي الاهلي في التدريبات الجماعيه، وهيكون المشاركه تدريجيه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله كمان في حال تخطي سيمبا يوم الثلاث، ده جانب تنظيمي لان انت لازم تحضر لكل التوقعات اللي ممكن تحصل في البطوله. في حال تخطي سيمبا ومامولدي سان داونز يوم الثلاث، برضه ماتش سان داونز مع بيترو اتلتيكو في بريتوريا بعد ماتش الاهلي وسيمبا مفيش بساعه، الاهلي 5 سان داونز 8، فبعد الماتشين ما يخلصوا الاهلي محضر نفسه ان لو سافر جنوب افريقيا هيسافر يوم الخميس بالليل، يوم الخميس بالليل عشان ماتش مامولدي سان داونز يوم الاحد اللي جاي، فيدوبك يبقى يسافر الخميس بالليل يوصل صباح يوم الجمعه يتمرن جمعه وسبت ويلعب الحد ويرجع بعد المباراه بسرعه عشان عنده ماتش بعدها ب 48 ساعه في القاهره. طيب مزيد من التفاصيل وعشان نطمن على اخبار الفريق والنهارده استئناف التدريبات، اروح بسرعه للزميل العزيز محمد توفيق موفد قناه الاهلي من مقر النادي الاهلي بالجزيره، وقبل حوالي 35 دقيقه من بدايه مران الاهلي. توفيق مساء الخير. مساء الخير زميل عزيز محمد سعيد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اخر الاخبار عندك، وانا عارف ان في اجتماعات وفي تفاصيل كتيره متعلقه باستعداد الاهلي لمباراه سيمبا، الجهاز الفني هل وصل لملعب التتش، اللاعبين اللي ظهروا قدامك موجودين، يعني نطمن منك عن ابرز اخر او اخر الاخبار اللي عندك، وكمان تطمني على انطوني موديست لانه تغيب عن لقاء الذهاب بسبب نزله برد كانت قويه جدا. يعني في البدايه محمد زي ما انت قلت السعادات هنا على قدم وساق، بطوله مضغوطه جدا، تتكلم في كل 72 ساعه و 48 ساعه مباراه، فعلى طول يعني ما بتلحقش تلتقط انفاسك، بتشتغل على طول. يمكن الفريق واصل طبعا يعني فجر الامس، على طول النهارده اول تدريبات، وبقى تدريب النهارده وتدريب غدا باذن الله، ومن بعدها على طول المباراه في الخميس مساء الثلاثاء باذن الله رب العالمين. ان شاء الله التوفيق يكون معانا ونحقق الفوز باذن الله ونصعد للدور نصف النهائي. كان محمد التدريب هيبتدي بالفعل في تمام الثالثه، ولكن الثالثه دي بتلاقي اللعيبه والجهاز الفني موجودين داخل النادي هنا بدايه من الثالثه عصر. يمكن الجهاز الفني بيجي في البدايه، وبعدين اللاعبين لو في لعيبه محتاجه تخش الجيم بتخش الجيم، لعيب محتاج مثلا يتدلك او في اي حاجه مع الجهاز الطبي بيكون موجود من بدري جدا. الجهاز الفني كمان كعاده النادي الاهلي بيبقى في اجتماعات ما بين الجهاز الفني وبعضه، كمان مع خالد كابتن خالد بيبو مدير الكوره لبعض التنسيقات اللي بتبقى اداريه داخل الفريق، فيعني خليه نحل بتبقى موجوده في ملعب مختار التتش بدءا من الثالثه عشان التمرين يبتدي بالفعل في الثالثه. محمد يمكن وانا بكلمك حالا كمان دلوقتي من الساعه 4 والنصف كده في عدد كبير جدا من اللاعبين بقى اللي بيتاهلوا موجودين في ارضيه الملعب بيجروا برنامجهم الاستشفائي والتاهيلي، طبعا على راسهم عمرو السوليه وكمان كريم فؤاد. اللي عاوز اطمنك على عمرو السوليه خلاص في مراحله الاخيره من التاهيل، وكمان كريم فؤاد اطمنت عليه من دكتور احمد جبل رئيس الجهاز الطبي بالنادي الاهلي، قال له الحمد لله عمل اشعه جديده وفي تحسن بشكل كبير جدا، وان شاء الله قريبا الاثنين يكونوا في التدريبات الجماعيه. يعني السوليه في المران دلوقتي يا توفيق ان شاء الله ننتظر بدايه التمرين؟ لا بيجري بعد التدريبات الاستشفائيه والتاهيليه محمد في برنامجه خلاص في المراحل الاخيره من البرنامج، وكمان كريم فؤاد. يمكن كريم فؤاد بقول لك عمل اشعه جديده والحمد لله نتائجها مطمئنه جدا، وان شاء الله الاثنين يكونوا قريبا في التدريبات الجماعيه. في ان شاء الله مفاجاه، بس ما خلينا ما نستعجلش ونستنى بدايه المران. في مفاجاه النهارده، لعيب من اللعيبه اللي كانت غايبه لمده طويله الفتره اللي فاتت ان شاء الله
هيكون موجود في التدريبات الجماعيه. خلينا ما نسبقش الاحداث ومع بدايه المران اطمنك واطمن جمهور النادي الاهلي كله ان شاء الله لاعب مهم جدا في الفريق هيكون مشارك في التدريبات الجماعيه باذن الله مع بدايه الاعداد لمباراه العوده امام سيمبا النهارده ان شاء الله هيكون موجود في التدريبات. صلاح محسن كمان عاوز اطمنك عليه. محمد عبد المنعم يمكن لما اتكلمت مع دكتور احمد جاب الله قال لي ان هو كان جاي اصلا مصاب من المنتخب. محمد يمكن كان واخد خبطه جامده جدا في الانكر قال لي كان جاي رجليه ورمه جدا. عملنا معاه مجهود كبير جدا وان شاء الله يعني في تيست هتعمله النهارده قبل التدريب الجماعي وعلى اساسه هي يعني هيتم تحديد مشاركه محمد عبد المنعم في التدريبات الجماعيه النهارده او استكماله لبعض التدريبات التاهيليه. باقي اللاعبين عن محمد الحمد لله كلهم في حاله جيده باذن الله يكون كلهم موجودين في المران وتحت امر مستر مارسيل كولر فنيا واختياراته ان شاء الله في المباراه القادمه. انت عارف ما فيش وقت يا محمد اللعيبه يعني بتبقى عايز تاهل بسرعه استشفى بسرعه ريكفري علشان المباراه ما فيش فرق وكمان عامل السفر اعتقد مهرج جدا فان شاء الله يعني ربنا يجنب لاعبنا كلها الاصابات وان شاء الله كلهم يكونوا في احسن حال وان شاء الله كمان فنيا يكونوا موفقين في الملعب. تدريب باذن الله هنبتدي زي ما قلت لك في تمام السادسه بكره هيكون التمرين الاخير والاساسي ان شاء الله. بكره بقى محمد زي ما انت عارف هيبقى يوم حافل جدا سواء المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراه اللي هيحضره طبعا كابتن مستر مارسيل كولر وكابتن محمد الشناوي من جانب فريق النادي الاهلي وكمان هيبقى الاجتماع الفني للمباراه اللي ينتظر باذن الله رب العالمين النادي الاهلي هيرجع لزيه التقليدي وهيرتدي زيه الاحمر في هذه المباراه. وكمان طبعا مجهودات كبيره جدا من مجلس اداره النادي الاهلي للحصول على الساعه الكامله لاستاد القاهره لوجود جمهور النادي الاهلي اولا للمساهمه في القضيه الفلسطينيه ودعوه اشقائنا الفلسطينيين وكمان مؤازره النادي الاهلي في مباراه مهمه باذن الله رب العالمين تكون مفتاح وخطوه مهمه جدا نحو صعودنا ان شاء الله للدور نصف النهائي. طيب توفيق عايزك تطمنا على انطوني موديست سالتك عليه. الناس كتيره قلقانه نزله البرد القويه جدا اللي منعته من السفر الى تنزانيا. هل ظهر قدامك النهارده في التيتش ولا الوضع بالنسبه لموديست ايه؟ قلت لك يا محمد وعد بكرر تاني ان شاء الله مع بدايه المران يكون موجود في المران الجماعي النهارده مع بقيه زملائه في الفريق. لا ان شاء الله الامور كلها مطمئنه. لا اقصد اللي انت شفته في النادي يعني وصل ده اللي اقصده يكون تحت امر الجهاز الفني. لا لا موجود بالفعل ان شاء الله يعني مشاركته في المران طبعا دي ترجع لدكتور احمد عجب الله زي ما قلت لك يعني كل اللعيبه بتبقى موجوده تقريبا قبل التمرين بساعتين يا محمد. اللعيب زي ما قلت لك اللي محتاج يخش الجيم محتاج تقويات محتاج يعمل جلسه مساج او حاجه او تدليك في غرف الجهاز الفني او الجهاز الطبي بيبقى موجودين من بدري مع بدايه المران. يعني دكتور احمد جاب الله زي ما بقول لك بيبقى موجود يمكن ساعتين ثلاثه قبل التمرين بيبص على اللاعبين كلهم اي حد عنده شكوى بيبدا يوجهه ان كان يروح الجيم او يعمل ايه. علي معلول كمان بطمنك موجود النهارده قابلته بحاله معنويه وفنيه اكثر من رائعه يمكن كل الناس هتستقبل اكثر من رائع من علي معلول. يمكن المجموعه طبعا اللي كانت مسافره النهارده اول مره اشوف علي معلول فيمكن استقبال اكثر من رائع ليه وعودته واحد من اللاعبين المهمين اللي ان شاء الله يكون موجود طبعا ويتسلح به فريق النادي الاهلي في مباراه مهمه زي ما قلنا امام سيمبا باذن الله رب العالمين وباذن الله تكون بوابه عبورنا ان شاء الله للدور التالي والدور نصف النهائي ان شاء الله من بطوله الدوري الافريقي يا محمد. باذن الله. زميلنا العزيز محمد توفيق موفد قناه الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات من مقر النادي بالجزيره قبل نصف ساعه من انطلاق اول مران للاهلي بعد العوده من تنزانيا. قبل ما اطلع لفاصل عايز اقول لكل الجماهير اللي بتتابعنا في كل مكان بكره ان شاء الله هيكون المؤتمر الصحفي للاهلي وسيمبا. سيمبا التنزاني على فكره وصل القاهره خلاص وبيستعد في 48 ساعه النهارده وبكره للقاء الاهلي يوم الثلاثاء ولكن بكره ليله المباراه ففي رولز معينه واجراءات معينه من الشركه المنظمه للبطوله. فبكره ان شاء الله المؤتمر الصحفي لسيمبا هيكون الساعه 12 الظهر في استاد القاهره والمؤتمر الصحفي للنادي الاهلي هيكون الساعه 1 الظهر في ايضا في استاد القاهره. فمؤتمر صحفي سيمبا الساعه 12 والاهلي هيكون الساعه 1 بعديه بساعه. التدريب تدريب سيمبا هيكون على استاد القاهره الساعه 5 هيتمرن التدريب الاساسيه ليه على ملعب المباراه الساعه 5 بتوقيت القاهره واول 15 دقيقه مفتوحه لكل وسائل الاعلام. الساعه 6 الاهلي هيتدرب ولكن مش في استاد القاهره. الاهلي بكره هيتدرب الساعه 6 في ملعب مختار التتش بالجزيره. ده توقيت ملعب او توقيت تدريب النادي الاهلي. على فكره قبل بدايه تدريب كل فريق في ربع ساعه كده اوبن يعني ميديا اوبن داي يوم مفتوح للاعلام لاجراء لقاءات مع اللاعبين والاجهزه الفنيه. ربع ساعه قبل مران سيمبا وربع ساعه قبل مران النادي الاهلي. فدي بكره المواعيد المتعلقه بالمؤتمرات الصحفيه ومواعيد تدريبات الفريقين. وكلنا عارفين المباراه بالتاكيد هيديرها الحكم الكونغولي جون جاك نادالا. هذا الحكم اللي الفتره الاخيره كان معين لاكثر من مباراه ولكن بيتغير في اللحظات الاخيره. يعني انا باكد على معلومتي اللي قلتها من حوالي شهر ونص لما رشحوا حكام لمباراه السوبر ما بين الاهلي واتحاد العاصمه
كان الحكم الأبرز لإدارة هذه المباراة كان الحكم الكونغولي جون جاك نادالا، ولكن كالعادة بتتدخل بعض الأطراف من أجل مجاملة بعض الأعضاء، فتم تسكيت الحكم الجابوني بيير أتشو. بيير أتشو اللي موجود دلوقتي في مباراة السوبر ليج، حكم لسه صغير ولكن في دفعة قوية لعدد من الحكام ما عندهمش خبرات، لسه قدامهم وقت على ما يخشوا على المباريات الكبيرة، ولكن الجابون بتزق شوية، الكونغو الديمقراطية بتحاول تزق شوية، هتلاقي في موريتانيا برضو في زقة شوية، هتلاقي في ليبيا في زقة شوية. يعني أنا زي ما قلت الموضوع ده امبارح حتى أنا بتكلم مع كابتن ناصر عباس، ولكن الموضوع ده شائك جدا وهتكلم فيه الفترة اللي جاية، لأن الأخطاء والمشاكل التحكيمية امبارح ماتش الأهلي، امبارح ماتش بيترو أتلتيكو مع ماموريدي سان داونز، ضربة جزاء حسبها الحكم الليبي، هي نفس اللعبة، ويمكن لعبة كهربا في ماتش سيمبا كانت أوضح، ومع ذلك اختلفت المعايير، رغم إن هم الحكام اللي كانوا في معسكر واحد من حوالي 4 أيام في أبيدجان، هم ولكن المعايير مش عارف بتختلف ليه. عموما ملف التحكيم ده اكيد جاي وقته في الفتره اللي جايه، لان الحكام دول معانا في دوري الابطال على فكره لما تستأنف في المباراه في شهر نوفمبر اللي جاي، هم نفس الحكام، لان خلاص القرار دلوقتي ان الحكام دول لازم يديروا ولازم يكونوا موجودين في اهم المباريات، وحكام الخبره مش هتلاقيهم كتير، هتلاقيهم مستبعدين شويه، ولو حكم مصر في افريقيا اخطا ما بتلاقوهوش. فالملف ده اكيد جاي وقته في الفتره اللي جايه، لكن كان مهم جدا نقول لحضراتكم مواعيد التدريبات ومواعيد المؤتمرات الصحفيه عشان نسمع كولر بيفكر ازاي وهيتكلم ازاي عن المباراه، وكمان مدرب سيمبا التنزاني بيفكر ازاي في لقاء العوده، خاصه انه على ارضه راجع بنتيجه قد تكون سلبيه ليه بنسبه كبيره، ولكن على فكره الكوره فيها مفاجآت، فلازم يبقى عندنا حرص كبير جدا في لقاء العوده عشان نتخطى موقعة سيمبا التنزاني. دي كانت ابرز الاخبار والمعلومات والكواليس عن بعض التفاصيل اللي بالتأكيد الجمهور بيسألها على كل منصات التواصل الاجتماعي في السوشيال ميديا. نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع لآخر أخبار الترند. ترندات النهاردة فيها تفاصيل كتيرة، سواء الترند الأهلي أو الترند المحلي أو الترند العالمي. نطلع بسرعة نشوف آخر أخبار الترند. أهلا بحضراتكم من جديد، وآخر أخبار الترند، والبداية هتكون من ترند الأهلي، لأن في تفاصيل مهمة جدا كانت في بعض المواقع. نبدأ مع بعض بحساب اليوم السابع، واللي كتب: الشركة المنظمة للدوري الإفريقي ترفض طلب الأهلي بتأخير مباراة سيمبا. تمام؟ دي الجزئية اللي كنت بتكلم فيها في بداية الحلقة، ميعاد المباراة، الجهاز الفني شايف إن الميعاد مش مناسب تماما، الأفضل كان تغييره، فبالتالي الأهلي طلب، الشركة المنظمة رفضت، والقصة مش متعلقة بالأهلي وسيمبا بس، أنا قلت لحضراتكم في مباراتين تانيين كان في طلب للتغيير، ولكن الشركة للأسف رفض التغيير أي مواعيد في البطولة، لأن خلاص البطولة تحدد مواعيد الأيام ومواعيد التوقيت، اللقاء بتوقيت جرينتش هيبقى الساعة كام، توقيت القاهرة الساعة كام، لأن كمان الأمور مرتبطة بالبث الفضائي، فيما يقرب من حوالي من 3 إلى 4 قنوات في منطقة الشرق الأوسط بتنقل البطولة، 3-4 قنوات في الشرق الأوسط بتنقل البطولة، فبالتالي الأمر صعب في فكرة تغيير المواعيد. ولكن اليوم السابع هو بيأكد أن أنا قلته النهاردة أن الشركة رفضت طلب الأهلي بتأخير مباراة سيمبا. طيب نروح لحساب يلا كورة ومشاركة مودست صعبة، يلا كورة يكشف موقف مصابين الأهلي من مواجهة سيمبا. مصدر قال في تصريحات يلا كورة أن حالة أنتوني مودست تحسنت كثيرا، وكان معانا زميلنا محمد توفيق اللي قال أنه هو شاف مودست موجود في ملعب مختار التيتش، وبالتالي طالما موجود مع الفريق يبقى الحمد لله نزلت البرد أو الدور القوي اللي كان عنده الحمد لله شوفي منه، ولكن في اختبار طبي هيتعمل له في ظل ده على عهدة يلا كورة إن هو كان بيعاني من فيروس كورونا، فرص لحاقه صعبة، ولكن ده هيتحدد بعد الاختبار اللي هيتعمل له، الاختبار الطبي اللي هو رابيد تيست عشان يشوفوا جاهزيته للمباراة. محمد مجدي قفشة وإمام عاشور جاهزين بشكل كامل للتدريب، محمد هاني كان عنده كدمة في الكاحل ولكن فرص لحاقه بالمباراة قوية جدا، رامي ربيعة كان عنده شد في السمانة ولكن نسب مشاركته كبيرة، في محاولات لتجهيز عبد المنعم، ولكن أنا بتوقع أن كولر ممكن يريح منعم عشان مباراة نصف النهائي إن شاء الله في حال التأهل عقب مباراة سيمبا. السولية ومتولي وكريم فؤاد موقفهم ما تغيرش كتير، ولكن زي ما قلت لحضراتكم السولية تحديدا النهاردة أول مران ليه في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي، وزميلنا محمد توفيق قال جزئية ان هو النهارده بيجري حول الملعب بيعمل تدريبات تاهيليه لان هو بيستعد للنزول في المران الجماعي مع فريق النادي الاهلي، لكن متولي وكريم لسه شويه وقت. طب الوطن الرياضي النهارده بيتكلم على ملف المصابين، في عوده لاربع مصابين في الاهلي استعدادا لمباراه سيمبا، منعم وعاشور اللي تغيبوا على لقاء الذهاب، وقفشه ورامي ربيعه
رغم اصابات اللي لحقت بهم في لقاء الذهاب، ولكنهم تعافوا وبالتالي هيكونوا موجودين في المران الجماعي. طيب نروح لحساب القاهره 24 وبيقول ان الاهلي يفحص محمد عبد المنعم اليوم قبل لقاء سيمبا التنزاني. النهارده هتلاقي المواقع كلها بتتكلم على موضوع المصابين ومدى جاهزيتهم. النهارده منعم على عهده القاهره 24 هيعمل فحص طبي عشان يطمئنوا على جاهزيته، ولكن انا بقول لحضراتكم كولر بيفكر في ماتش سيمبا، ولكن لما يلاقي الاهلي ان شاء الله متقدم متفوق في لقاء سيمبا في لعيبه ممكن يريحها عشان مباراه سان داونز يوم الاحد المقبل، لان كمان سان داونز كسب في انجولا 2-0. الكره فيها مفاجات، وارد تحصل مفاجات، ولكن من الشواهد كده صعب جدا بيتو اتلتيكو يكسب سان داونز في جنوب افريقيا 3-0، صعبه شويه يا جماعه. طيب الوطن الرياضي وده على عهدتهم هم، بيقولوا ان في تحرك عاجل من الكاف والفيفا تجاه حكم مباراه الاهلي وسيمبا بسبب ضربه جزاء كهربا. الحكم الموريتاني دحان بيدا قالوا يعني ان فيكتور جوميز عاتبه على اللقطه اللي شهدت عدم احتساب ركله جزاء للاهلي رغم استدعاء الجزائري لحلو بن براهيم ليه. وقالوا ان كولينا اللي حضر المباراه شكر الحكم الموريتاني ولكن وجه له اللوم على كره كهربا. انا معلوماتي ان اصلا كولينا لا اتكلم مع الحكم ولا قابل الحكم بعد المباراه. ده كلام مؤكد. هل فيكتور جوميز عاتب الحكم؟ انا ما عنديش المعلومه، ولكن الايام بينا في ماتشات جايه قريبه هتشوفوا الحكم الموريتاني موجود ولا مش موجود، ولو موجود هتلاقوا كل الكلمه اللي قلتها قبل كده بتتحقق في الايام اللي جايه. عشان كده الملف ده انا مش عايز استفيض فيه كتير، لان في حاجات هتتحقق ليكم على ارض الواقع احسن ما نحكيها. فلما تشوف الصوره ولما تشوف التعيينات الفتره اللي جايه ما فيهاش تغييرات هتعرفوا ان انا كل كلمه كنت بقولها في البدايه كانت صح، ولكن انا مستني اشوف الملف ده هيتعاملوا فيه ازاي. هل في ثواب وعقاب؟ هل في مجاملات رغم الاخطاء التحكيميه؟ انا عارف ان في مجاملات في التعيينات، ولكن الاخطاء التحكيميه دي هيبقى فيها ثواب وعقاب ولا المجاملات هتستمر؟ ده هنشوفه في الفتره اللي جايه. حساب يلا كوره، مصدر بالاهلي يكشف ليلا كوره هل تلقى احمد عبد القادر عرضا قطريا. المصدر قال لي يلا كورة إن ليس هناك أي عروض رسمية أو ودية لأحمد عبد القادر، ولكن المواقع قالت إن في عرض من قطر لأحمد عبد القادر، والمصدر قال إن الوقت مبكر جدا للحديث عن انتقالات اللاعبين، ما جالناش عرض رسمي ولا ودي من أي نادي في قطر. ممكن الوكلاء بيكونوا بيتكلموا مع اللعيبة إن بيجي لك عروض وفي اتصالات، ولكن على الجانب الرسمي ما جاتش أي حاجة ولسه بدري قوي عشان نبدأ نتكلم في هذا الملف. نروح كمان لحساب كورة بلس، وصول بعثة سيمبا التنزاني إلى القاهرة لمواجهة الأهلي في الدوري الإفريقي. البعثة وصلت النهاردة الفجر، بالتأكيد بتستعد للقاء يوم الثلاثاء، عندها تدريب النهاردة وتدريب بكرة إن شاء الله على استاد القاهرة الساعة 5 في نفس توقيت المباراة. طيب حساب بطولات تنقل تصريحات لعباسي علي مدير نادي سيمبا واللي قال فيها لا يعاني سيمبا من أي إصابات قبل مباراة الأهلي، نحن هنا في القاهرة من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل، لقد قدمنا مباراة جيدة على أرضنا رغم اهتزاز شباكنا بهدفين أمام الأهلي. طيب نروح كمان لآخر حاجة في ترند الأهلي وتصريحات لرافائيل عضو مجلس إدارة سيمبا واللي بيقول فيها نحترم الأهلي بطل القارة وكل شيء ممكن تحقيقه، فنحن فريق غير متوقع، سبق وأن فزنا على الزمالك في القاهرة. عفوا مع كامل احترامي الاهلي غير، الكره فيها مفاجات يا جماعه لكن معلش لما تتكلم عن الاهلي لا ما تشبهوش باي مباراه ثانيه انت لعبتها في القاهره، وان شاء الله الاهلي قادر انه يكسب سيمبا بنتيجه كبيره في القاهره باذن الله. طبعا هو التصريحات دي بيحاول يرفع من الروح المعنويه لفرقته، ولكن ما تحطش الاهلي في مقارنه مع مباريات اخرى انت لعبتها في مصر، سواء لما لعبت مع الاسماعيلي لعبت مع الزمالك، الاهلي موقفه مختلف وكل مباريات الاهلي مع سيمبا بتبقى فيها انتصارات وفيها حتى مباراه انتهت بنتيجه 5-0. فان شاء الله باذن الله لقاء يوم الثلاثاء تشهد مزيد من الانتصارات، وان شاء الله الاهلي جاهز للمباراه ونسي نتيجه لقاء الذهاب لان الكره فيها مفاجات، ولكن الاهلي ان شاء الله هيكون جاهز للقاء العوده. طيب الترند المحلي، وعندي كام نقطه مهمه جدا للمنتخبات في الترند المحلي. طيب البدايه في ترند او حساب بطولات، خبر بيقول ان اتحاد الكوره تلقى عرضا لمواجهه البرازيل الاولمبي، منتخب الاولمبي البرازيلي في لقاء ودي، ولكن في بند بيعرقل الاتفاق ان الشركه طلبت من اتحاد الكوره انه يتحمل تذاكر طيران وتكاليف اقامه المنتخب البرازيلي. اتحاد الكوره وافق انه يتحمل التكاليف
ولكن تم رفض تحمل تذاكر الطيران مما أدى إلى عدم إتمام الاتفاق. يعني الشركة اللي جابت مباراة للبرازيل مع منتخب مصر طلبت من اتحاد الكرة أن يتحمل التذاكر والطيران عشان يلعب مع البرازيل. الاتحاد وافق أنه يتحمل تكاليف الإقامة، ولكن تكاليف تذاكر الطيران مش هتحملها أنت كشركة منظمة للمباراة، تحملي التكاليف. فالشركة رفضت، فالاتحاد كمان قال لك لا خلاص هتحمل تكاليف الانتقالات ليه أو تذاكر الطيران ليه، أنت كشركة بتعملي إيه؟ فبالتالي ما حصلش اتفاق، وبالتالي حتى الآن ما فيش تأكيد على إقامة هذه المباراة الودية. كلنا عارفين أن ميكالي كان متولي مسؤولية المنتخب الأولمبي البرازيلي، مش نفس الجيل ده أكيد، يعني الجيل اللي كان قبليه لما كانت البطولة بتتلعب في طوكيو اللي اتلعبت في 2021 وخد معاهم ميدالية، والنهاردة بيتولى تدريب منتخب مصر، فكان حابب يلعب مباراة مع فريق من أمريكا الجنوبية، فبالتأكيد بالنسبة له ما فيش أفضل من المنتخب البرازيلي. طيب ملعب القرار 24 بيقولوا أن مصدر قال أن فيتوريا بيرغب في مواجهة منتخبات إفريقية مصنفة استعدادا لكأس الأمم. المصدر قال أن روي فيتوريا طلب أن تتلعب مباريات كبيرة في الفترة اللي جاية مع منتخبات عريقة ذو التصنيف الأعلى عشان المنتخب لما يخش على كأس الأمم يكون في جاهزية كبيرة. الاتحاد طبقا للمصادر قالت أن الاتحاد جات له عروض من منتخبات عربية وأيضا من أوروبا وكمان من منتخبات لاتينية، ولكن فيتوريا مش عايز يلعب إلا مع منتخبات إفريقية ذو التصنيف الأعلى عشان داخل على كأس الأمم. طب المباريات المتاحة لفيتوريا إمتى؟ شهر 11 تصفيات كأس عالم، شهر 12 مفيش أجندة، شهر يناير المعسكر يبدأ 2 يناير، وبالتالي ما عندكش فترة مباريات ودية إلا من 2 إلى 14 يناير، ممكن تلعب مباراتين أو ثلاثة، هي دي الفترة ممكن تلعب فيها مباريات، وعشان كده فيتوريا عايز يلعب مع منتخبات إفريقية فقط. طيب نروح لآخر حاجة في الترند المحلي، ملعب القاهرة 24، ودي بصراحة بالنسبة لي مفاجأة صادمة. سيراليون ملعبها مش جاهز فبتختار ملعب بديل. ملعب القاهرة 24 نقل تصريحات مهمة جدا من مسؤولين في سيراليون، وقالوا فيها ان الاتحاد السيراليوني فاجئ منتخب مصر واختار ملعب في ليبيريا لاستضافة مباراته مع مصر يوم 19 نوفمبر في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم. طيب الاتحاد السيراليوني اختار خلاص يعني يلعب في ليبيريا، الكاف لسه ما اعلنش موافقته. هو طبعا اكيد لما اختار ملعب معتمد في ليبيريا، يعني مش هينفع يختار ملعب مش معتمد. ولكن انا اللي بيزعلني في خبر زي ده ان فين يعني فين امكانيات واتصالات وقدرات المسؤولين في اتحاد الكوره على ان هم يوفروا الظروف الملائمه لمنتخبنا عشان يلعب في ظروف كويسه. انت عندك في المجموعه ما يقرب من 3 منتخبات ملاعبها مش معتمده، سيراليون، اثيوبيا، كذا منتخب يعني، وجيبوتي كمان. المفروض زي ما في اتحادات تانية بتعمل، يعني انا بيعجبني في الجامعه الملكيه المغربيه العلاقات اللي بيقوم بيها فوزي لكجع مع الاتحادات الافريقيه، بيجيب الناس يلعبوا عندنا، اقامه، تنقلات، تذاكر طيران، كل شيء، وكل حاجه على فكره 5 ستارز، يعني تذاكر الطيران بتبقى فيها نسبه كبيره منها بيزنس كلاس، سواء لرئيس البعثه للمدير الفني والباقي ايكونومي، لكن الاقامه بتتكلم في فنادق 5 ستارز او 7 ستارز. ليه الاتحاد بتاعنا ما يعملش ده؟ يعني سيراليون ملعبها مش معتمد، اوكي ما عندناش مشكله، ليه ما يجيش يلعب في مصر؟ ليه حتى ما وفرتلوش فرصه انه ممكن يلعب في المغرب، يلعب في دوله قريبه منك؟ ولكن للاسف سيراليون لو اختارت ليبيريا انت اكنك رحت سيراليون، يبقى بالتالي انت عندك فرقه ما بتلعبش في ملاعبها، ما قدرتش باتصالاتك تجيب الناس دي عشان تلعب معاها في ظروف مناسبه جدا. للاسف خبر احزنني بصراحه، ولكن للاسف هو ده اللي حصل في موضوع سيراليون ومصر. طيب الترند العالمي، والنهارده حساب ليفربول اتكلم على نقطه مهمه جدا ليها علاقه بيورجن كلوب وكلامه على محمد صلاح. حساب ليفربول على تويتر نشر تصريحات ليورجن كلوب بيتكلم فيها على صلاح، قال ايه؟ اكتر حاجه بحبها في صلاح الارقام القياسيه اللي بيحققها، بحترمه كتير قوي لما يقدمه لنا. دي نقطه مهمه جدا قالها يورجن كلوب على محمد صلاح في تحقيق الأرقام القياسية. طيب نروح للسؤال عشان وقت الحلقة بسرعة. طرحنا سؤال، رأيكم إيه في النسخة الأولى من حيث نظام البطولة ذهاب وإياب ومشاركة 8 فرق؟ نستعرض كده الآراء. أستاذ أحمد بيقول تحياتي لكم جميعا، أهلا بحضرتك، بطولة جيدة قوية من حيث الفرق والتنظيم، أتمنى عدد الفرق يزيد مع مراعاة التوقيت من البطولات المحلية من أجل راحة اللاعبين. هما بيفكروا عايزين يعملوا 24 نادي السنة الجاية، وأنا بقول لك الأمر ده صعب جدا. أحمد بيقول مساء الخير،
والله لابد أن تقوم بهذه الطريقة في بداية الأمر، ثم بعد أن تنجح من الوارد يحصل تغيير وتصبح بطولة مجمعة كبيرة. أتمنى التوفيق للنادي الأهلي وأن يحصد هذه البطولة ويكون أول نادي يستحوذ على جميع البطولات الإفريقية. أهلاوي وأفتخر. سامح بيقول فكرة ممتازة ولكن نظام الذهاب والعودة غير مناسب، مرهق نظرا لظروف القارة الإفريقية. لو نظام دوري مجمع يكون أفضل. يجب على الكاف احترام بطولاته، يكون ليه أجندة منتظمة، ربما زيارة عدد الفرق تزيد من متعة البطولة. أهلاوي وأفتخر. آخر حاجة عبد الله رضوان بيقول مساء الخير، بطولة قوية، مشكلة في المواعيد، عارض الأيام اللي بين المباريات كل 72 ساعة، رحلات سفر طويلة، كان ممكن تزيد أسبوع، ولكن هي بطولة في حد ذاتها قوية، جوائزها كبيرة وقصيرة، مش بتتلعب على طول الموسم، إن شاء الله الأهلي يفوز بيها. يعني أنا حاولت بسرعة أجري كده في التعليقات والآراء، ولكن الناس متفقة إن توقيت البطولة يعني صعب جدا ونسخة تجريبية للجميع. نتمنى يا رب بإذن الله تكون من نصيب النادي الأهلي. في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وغدا لقاء جديد في برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.